السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبواب مغلقة، عمل غير موجود، مشاكل عائلية، فرص منعدمة، كل هذا أوصل معظم الشباب إلى اليأس والحزن وسودت الدنيا في وجوههم. فكيف يخرجون من هذه الحالة القاتمة؟ معنا في هذا الموضوع الأستاذ الحسن شهبار، أهلا بك. في البداية أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. هل من خطوات ونصائح للشباب للخروج من حالة اليأس والحزن وانغلاق الأبواب في وجوههم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الشباب واليأس الذي وصلوا إليه في الحقيقة هو موضوع الساعة لا شك. شباب اليوم أغلبهم وصل إلى مرحلة اليأس والقنوط. في الحقيقة نحن لن نجلس نلعن الظلام، هذا لا يقدم في الموضوع ولا يؤخر منه شيئا، ولذلك أغتنم هذا اللقاء لأوجه بعض النصائح إلى الشباب. وأول نصيحة هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا بد أن الإنسان يستعين بالله ويتوكل عليه. الأمر الثاني هو أن تعرف قدراتك الشخصية ومهاراتك، وتعرف المحيط الذي تعيش فيه. الشباب لا بد أن يعرف ماذا عنده وأين يستطيع أن ينجح، ثم أيضا يعرف المحيط الذي يعيش فيه. أحيانا لا نجعل من هذا الواقع أو من هذا المحيط مطبقا لنا، لماذا لا نجعله حافزا؟ وأذكر قبل أسبوع تقريبا جاءت إحدى الأمهات اشتكي من ابنها الذي يدرس في المرحلة الثانوية، لا يريد أن يدرس. سبب أنه قال لها إذا أردت مني أن أدرس فيجب أن تخصصي لي غرفة مستقلة بالمفتاح داخل البيت. وهي تقول أنا لا أستطيع، ليس هو الوحيد الذي عندي، عندي مجموعة من الأبناء وهي امرأة مطلقة. الذي قلته لهذا الابن، لماذا لا تنظر إلى هذا الواقع الذي تعيش فيه، وأنت ترى أن أمك مطلقة وأنها لا تستطيع أن توفر لكم كثير من الأشياء الضرورية، فكيف توفر لك بيتا لوحدك؟ هذا لا يمكن أن تستطيع. لماذا لا تجعل من هذا الواقع الذي تعيشه منطلقا ومحفزا لك من أجل أن تجد وتجتهد في دراستك أكثر؟ ثم بعد ذلك لا بد من استغلال الفرص. الشباب أحيانا تأتيهم فرص لا يستغلونها. تجد الآن التلميذ مثلا داخل المدرسة يدرس، هذا التلميذ معفى من البحث عن رزقه، والأسرة هي التي تتكلف بذلك، وله وقت. هذه الفرصة قد لا تجدها بعد مدة، عندما تكبر تصبح لك أسرة أنت وتصبح لك مسؤولية، وهذا الوقت وهذا الفراغ الذي كنت تعيشه الآن ربما لا تجده مستقبلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى هذه المسألة وقال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تكون الآن في كامل صحتك في كامل قوتك، والفراغ بمعنى ليست لك مسؤوليات، فمسؤوليتك الأولى والأخيرة هي أن تجد وأن تجتهد وأن تقرأ. إذا كنت لا تستطيع وليست لك رغبة في الدراسة أو لا، فيجب أن تحول جهدك وطاقتك إلى مجال آخر، فإما تتعلم التجارة، وإما أن تتعلم حرفة، وإما أن تتعلم مهنة أو صنعة أو غير ذلك، من أجل أن تكون بيدك وتستطيع أن تواصل بها الحياة. من الأمور أيضا التي أنصح بها الشباب هو الأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، والجد والاجتهاد. الذي لاحظته في هذه السنوات الأخيرة على الشباب هو الخمول. ما عدناش شباب ليست لهم طاقات، لا أبدا. ما عدناش شباب أغبياء، لا أبدا. عندنا شباب أذكياء، بل أحيانا نحن نتعلم منهم في بعض الأمور، ويسايرون الواقع ويسايرون العصر، لكن مشكلتهم هي الكسل. شباب خمول كسول، أو يبذل جهدا يسيرا وتقول لك صافي أنا عييت، ما عندوش ذاك الجهد. فلو أضافوا إلى هذا الذكاء الذي عندهم وإلى هذه الظروف التي منحت لهم هذا الانفتاح التكنولوجي الهائل هو في صالحهم، لو استطاعوا أن يستغلوه أحسن الاستغلال لاستطاعوا أن يصلوا إلى المراتب العليا،
ولذلك الإسلام يحثنا على الجد، يحثنا على العمل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله، يعني يأخذ ذلك الحبل ويذهب به إلى الغابة ويحتطب على ظهره، يجيب العواد يجمعهم ويأتي بهذا الحطب إلى السوق ويبيعه، ثم يكسب منه درهما أو درهمين وينفق على نفسه أو يتصدق، خير له من أن يأتي أحدا فيسأله سواء أعطاه أو منعه. هكذا الإسلام يحثك على الجد ويحثك على العمل. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أرسل الله نبيا إلا رعى الغنم في صغره. الأنبياء كانوا يرعون الغنم، ولذلك الصحابة سألوه قالوا: وأنت يا رسول الله، يعني حتى أنت كنت تترعى الغنم؟ قال: نعم، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. كان كيسرح الغنم لأهل مكة ويعطونه مبلغا من المال، قراريط يعني جزء يسير من الدينار أو الدرهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأنبياء والرسل كانوا يبحثون عن رزقهم وعن قوتهم بأيديهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا لهذه المسألة في كتابه الكريم، حيث قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الرسل بشر يحتاجون إلى الطعام لأكله، وهذا الطعام الذي يأكلونه من أين سيأتي؟ يحتاجون إلى الخروج والدخول إلى الأسواق والبيع والشراء والتجارة. ومن الأنبياء من كان نجارا، ومنهم من كان حدادا، ومنهم من كان، الأنبياء كانوا يعملون ويكسبون قوت أيديهم بأنفسهم. فهذا الأمر مهم جدا بالنسبة للشباب. الآن يأتينا بعض الآباء سيقول: أنا ولدي دازني بالطول وعنده كده 20 عام والدراسة ما بغاش يقرأ، وكيصبح ناعس في الدار حتى 12، وعندما يستيقظ يريد ثمن المقهى ويريد ثمن السيجارة، مباغي باش يشتري آخر مكاين في الهواتف وآخر مكاين. من أين ستأتي هذه الأموال؟ من أين ستأتي؟ بل رأينا الآن الشباب بعضهم يعني حتى صفات الرجولة كادت تنضطر وتنعدم فيه. واحد الأب واحد النهار جا قال لي: أنا ولدي إلى جاو يخطبوه مني نعطيه لهم. أيوة هذيك الحلقة في ودني ويعتني بهذا، وعندما تراه قال لي: ما تعرفوا لا هو بنت ولا ولد. الرجل يجب أن يجد ويجتهد، يجب أن يخرج إلى الواقع. هذه من صفات الرجولة. ثم نصيحة أخرى للشباب: لا بد من تحديد الهدف. ماذا تريد؟ واش بغيت تقرأ؟ أو تريد أن تتعلم تجارة؟ أو تريد أن تتعلم حرفة وصنعة ومهنة؟ أو ماذا تريد؟ وحتى إذا كنت تقرأ يجب أن تحدد هدفك، أن تحدد مشروعك في الحياة، فين باغي توصل؟ تحدده من الآن. ماذا تريد؟ إذا حددت مشروعك، وهذا المشروع يجب أن يكون وفق قدراتك، حيث تعرف راسك وتعرف ميولاتك، وأيضا يجب أن تعرف ما يلزم لتحقيق هذا المشروع وتحدد له هدفا معينا. هذه الأمور لا تجدها الآن عند الشباب. يستيقظ في الصباح، يأتي إلى المدرسة، يقوم بالطواف حولها، يلتقي هذا ويلتقي هذه، يضحك مع هذا ويقهقه مع هذه، ويمضي اليوم. وهذا نراه عند الشباب. بعض التلاميذ يدخلون إلى الثانوي مثلا ويقضي هناك 3 سنوات ويخرج كما دخل، لا شيء، عندوش هدف. إذا لم تحدد هدفك وتجلس تحاسب نفسك على هذه الأهداف التي حددتها، أين وصلت؟ أنا عندي ضعف في هذه المادة، وعندي ضعف في هذه المادة، وأنا أريد أن أذهب إلى هذا التخصص، وهذا التخصص يتطلب أن أكون متمكنا في كذا وكذا وكذا. ثم أجلس أحاسب نفسي في اليوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، وأعرف أين هل أنا أتقدم في هذا المشروع أو لا أتقدم. هذا أمر مهم جدا. وطبعا هنا لابد من الاستعانة بتجربة الآخرين، لابد من الاستشارة، لابد من أن أخذ رأي أسرتي ورأي أساتذتي ورأي الأشخاص الناجحين في الحياة، وأن أتجنب الفاشلين. الأشخاص الفاشلين هؤلاء تجنبهم، هؤلاء فر منهم، فرارك من الأسد، عندك ما تدير بهم. شخص الفاشل في الحياة هذا إنما يعطيك طاقة سلبية أنت في غنى عنها، دائما يصور لك الحياة مظلمة
وانه لا امل ولا مستقبل ولا شيء، وانك الا قريتي راك تضيع وقتك، والا خدمتي كتضيع وقتك، هذا كلام فارغ. اصبح اغلب الشباب يلومون المجتمع والظروف ويعتبرون الكل ضدهم. لوم الاخرين، وهذا عندنا تجد الشباب الان يلومون المجتمع، يلومون الاسره. لا نقول بان هؤلاء لا يتحملون المسؤوليه، الكل يتحمل المسؤوليه، الدوله تتحمل المسؤوليه، والمجتمع يتحمل المسؤوليه، والاسره تتحمل المسؤولية، الكل مسؤول، ولكن أيضا أنت مسؤول وتتحمل المسؤولية، بل أنت أول المسؤولين. أحيانا وهذا رأيته، تجد الأسرة تبذل كل ما في وسعها، تضحي وتجد وتجتهد، والشباب يضيع أوقاته في أشياء لا تنفعه ولا تعود عليه بالنفع. فالأسرة قد فعلت ما عليها وما استطاعت، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، هادشي اللي كتملك الاسره ديالك. فانت من باب اخر او من وجهه اخرى يجب عليك ايضا ان تبذل جهدك ووسعك، لانك انت المسؤول. بل الخطير هنا عند الشباب ان النتائج عاقبتها ستكون عليك انت اكثر من الاسره واكثر من المجتمع. صحيح ان الاسره قد تستفيد من نجاحك احيانا، وأن المجتمع أيضا يستفيد من نجاحك، ولكن يجب أن تعلم أن أول المستفيدين من نجاحك هو أنت، وأن أول المتضررين من فشلك هو أنت. أنت المستفيد الأول وأنت الخاسر الأول في حالتي إذا لم تصل إلى ما تريد أن تصل إليه. وما أسهل أن يعلق الإنسان فشله على الآخرين، حتى إذا علقت فشلك على الآخرين فإنك لا تلوم نفسك ولا تبذل أي جهد، وتقول الآخرين هم السبب في فشلي وفي الوضع الذي وصلت إليه. ولذلك أنا هنا لازلت أذكر كلمة كانت ذكرتها لنا إحدى الأستاذات، حيث مرة استشهدت بكلام لأحد الوزراء حينها، فقام أحد التلاميذ معلقا قال لها، يعني بالدارجة قال لها: هذا ما يعرف حتى يهضر وأنت تشهدين به. فكان مما قالته له حينها وبقيت هذه الكلمة راسخة في ذهني، قالت له: اجتهد وصل لمكانه كما وصل هو، وحينها استشهد بك. لا، الناس لا يعترفون بك إذا كنت فاشلا، وأحيانا قد تعلق فشلك على الآخرين وتلوم الآخرين لأنهم وصلوا وأنت لم تستطع أن تصل. فهذه في الحقيقة يعني يجب أن ننتبه لها. ما هي نصيحتكم الأخيرة للشباب عند انغلاق الأبواب وسوداد الحال؟ نصيحة أخيرة للشباب، قولوا لهم: لا تيأس مهما كانت الظروف ومهما كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، لا تيأس ولا تقنط. المؤمن لا يعرف اليأس ولا يعرف القنوط، هذا أمر نبهنا القرآن إليه في قصة يوسف عليه السلام. يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه يوسف، ثم فقد بعد ذلك ابنه الثاني، نصح أبناءه قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من صفات الكفار، والمؤمن الذي له رب يتحكم في الكون ويسيره، رب قوي قادر رزاق فتاح عليم، لا يمكن أن يأس ولا يمكن أن يصيبه اليأس، بل يجب أن يكون ظنك بالله سبحانه وتعالى ظنا حسنا. فلا تظن بربك إلا خيرا، وهو سبحانه وتعالى الذي يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي. الله عز وجل عند ظنك به. فمهما كانت الظروف يعني قاتمة، وكانت هذه الظروف صعبة ونرى أن الأمور، فمع ذلك باب الأمل يجب أن يبقى عند المسلم، وأن الله عز وجل سيفرج همه، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل بعد العسر يسرا. هذه عقيدة عند المسلم لا يمكن بتاتا أن تتزعزع، لأنها يقين وعقيدة في قلبه. كانت توجيهات مفيدة، نتمنى أن يعمل بها الشباب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال شبابنا، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يفتح لهم أبواب الخير وأبواب الرزق،
وأن يرزقهم السعادة والأمل والحياة الهنيئة في هذه الدنيا. شكرا لتشريفنا في هذه الحلقة. أغتنم هذه الفرصة لأجدد شكري لكم على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.